مباشرة متابعين مع حضراتكم صلاة الجنازة بكنيسة العذراء على شهدائنا في الكنيسة البطرسية الأمس العمل الإرهابي الخسيس. احنا طبعا هنكون موجودين معاكم، بننقل الجنازة على الهواء مباشرة، وفي نفس الوقت بنكمل معاكم فقراتنا. فاحنا هنتكلم عن مؤتمر الشباب اللي ملحقناش حتى نفرح بيه، وبالأهم ما ورد فيه كمان، وأهم كمان المؤتمر، يعني مش عارفه اتكلم قوي بصراحه، بس خليني اقول ان انا معايا انجي فران، وهي امين تدريب وتثقيف القاهره حزب المصريين الاحرار، من الشباب المشاركين في مؤتمر الشباب. صباح الخير يا انجي، ازيك؟ صباح، اخبارك ايه؟ الحمد لله. خليني اتكلم معاكي عن ازاي شايفه المؤتمر الوطني للشباب او الامس. خليني في البدايه اقدم تعزيه لشعب مصر العظيم، لشهداء الوطن طبعا هم عند ربنا في الجنه دلوقتي. ولازم نؤكد طول الوقت ان احنا كشعب مصطفين لمواجهه الارهاب، وكلنا طول الوقت هنبقى ايد واحده، وكلنا مستعدين نضحي بحياتنا في سبيل الوطن، ومفيش اي حاجه هتغير فكرتنا ان احنا نسيج واحد. ده مبدئيا. وده مش بيبعدنا كتير عن مؤتمر الشباب. طبعا مصر بلد شابه، واحنا متفقين. صحيح. عدد الشباب في مصر كبير جدا، ده مورد بشري مهم، وقود المجتمع زي ما بيقولوا، يعني قوته نحو التقدم والرقي تمام، وبناء دولة حديثة احنا نفسنا فيها. يعني ممكن يبقى نعمة، ممكن يبقى نقمة. صح. يبقى نعمة عند توظيفه واستغلاله بالشكل الأمثل، وهو ده اللي حصل، اللي بيحصل دلوقتي من بداية من مؤتمر الشباب في شرم الشيخ، وصولا للي حصل امبارح، وهما الاثنين موصولين ببعض. يعني جت مشاركتك ازاي في مؤتمر الشباب؟ طبعا انا كنت احد شباب الاحزاب، حزب المصريين الاحرار، يعني بقى احد الشباب الممكنين وممثلين حزب المصريين الاحرار. شاركت في المؤتمر في شرم الشيخ، وشاركت في اللجان اللي انبثقت من المؤتمر شرم الشيخ. كانت هايله اللجان. تمام. عملنا يعني الحمد لله، حاولنا بقدر الامكان ان احنا نشتغل على التوصيات اللي خرجت من المؤتمر وقرارات اللي خرجت من السيد الرئيس، وصولا بقى طيب عايز ارجع مره تانية للمشهد في المؤتمر الشباب، لان المشهد ده متهيألي ما حدش فينا هينساه. مشهد رئيس الدوله موجود، كل المعنيين من وزراء ورجال الدوله الكبار يعني، ومع الشباب في مناقشات هايله، كل واحد بيعرض وجهة نظره، ومنبر هايل ان احنا نسمع بعض ونتناقش ونوصل بحاجه في الاخر. وبعد كده يطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي يقول احنا مش هنتقابل. هو الاول في الاول قال ان ده هيبقى مؤتمر سنوي، وبعد كده بقى لقاءه شهري. فكلميني عن المؤتمر وايه الفرق ما بين المؤتمرين. خلينا نقول ان الاراده السياسيه دلوقتي ان يبقى فيه مشاركه، هي بلدنا كلنا وكلنا نشارك. المسؤوليه لما مش هتبقى على حد واحد، المسؤوليه هتبقى علينا كلنا. يعني كاننا بنقول ان السيد رئيس الجمهوريه بيقول لشباب مصر شاركوني في تحمل المسؤوليه، ويلا كل واحد فيكم يساهم بفكرته. ولا وبيسمعهم كمان، يعني يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال ده في كلمته الاخيره، انا بسمع من اولادي وبسجل. صحيح، وكان بيسمع. يعني احنا مثلا في شرم الشيخ واحنا رايحين، احنا ما كناش متخيلين انه هيقضي معانا 3 ايام. يعني احنا كنا متخيلين حتى الكلام ده اللي كان داير ما بيننا في الطريق، انه مش ممكن يكون هيفضي نفسه 3 ايام عشان يقعد معانا. كنا متخيلين انه هيبقى اول يوم بس الكلمه الافتتاحيه والختاميه، لكن هو فاجئنا طبعا بوجوده معانا في كل الجلسات. صحيح. ومشاركته في الحوار، انه يسمع ويسمع ويسمع للاخر، ويدي فرصه للناس وما يقطعهمش، ويسمع الافكار ويدون. يعني دي ملاحظات يمكن صغيره بس لا مهمه. صحيح. يعني كان في ايده طول الوقت ورقه وقلم بيدون ويعلق ويشارك ويشجع الافكار الجديده. في المؤتمر يوم السبت كان في ناس مستضافين من الناس اللي شاركت بمقترحاتها على الفيسبوك. يبقى هنا بيقول انا مهتم ان انا اسمع راي الشارع، بس يلا نشارك لانها محتاجه. هي طب استاذه نيفين، عايز اعرف هل تم سوري معلش متاسف، هل تم تحقيق ما اتفق عليه في المؤتمر الاول، مؤتمر شرم الشيخ؟ بدانا فعلا نشتغل على كل القرارات اللي خرجت من السيد رئيس الجمهوريه. يعني كان امتداد لي مثلا مؤتمر اللي حصل لتطوير التعليم. هنتكلم طبعا باستفاضه اكتر عن
الندوة التعليم. اتفضلي يا فندم. احنا مثلا شباب الاحزاب بداوا يشتغلوا على 3 محاور، اللي هو نشر ثقافه العمل التطوعي، ومؤسسه تدريبيه للشباب، ومشروع محو الاميه. هايل. مصر بلا اميه صحيح. وعملنا وحضرنا اجتماعات في رئاسه الجمهوريه، اكتر من اجتماع، وعملنا ورش عمل ما بيننا وبين بعض عشان نطلع مقترحات ازاي نقدر نوصل لمصر بلا أمية. يعني عيب قوي مصر اللي كانت دولة ذات حضارة عريقة آلاف السنين، إلى الآن لما المواطن بيدخل الانتخابات محتاج للرمز، لأنه صحيح. مش قادر يرى اسم المرشح اللي هو داخله، وغيره وغيره. فلا، احنا لازم نتكاتف، دي مسؤولية مسؤولية الجميع، مسؤولية كل من تعلم على في مدارس هذا الوطن، مسؤوليته انه يعلم الناس اللي لسه ما اتعلمتش. صحيح، لان كلنا واحد يعني. طبعا استاذه انجي، فعلا هرجع مره تانية، هل فعلا كل اللي اتفق عليه في المؤتمر الاول تم تنفيذه؟ تم البدء في تنفيذه. خلينا نقول ان الوضع يعني التغيير ما بيتمش ابدا بزراير، واحنا بنتكلم في سنين حصل فيها مشاكل كتيره جدا. بس خلينا نتكلم على العفو الرئاسي مثلا عن بعض المحبوسين. بالظبط، صحيح. يعني خلينا نقول ان احنا بدانا العفو الرئاسي، خرج 82، وده لسه في قائمه ثانيه، ودي بالظبط دي القائمه الاولى، وفي قائمه اخرى اكبر كمان من القائمه الاولى. اكبر، ايوه. خلي بال حضرتك كمان ان احنا بنتكلم مثلا في ملف التعليم، ملف التعليم ده ملف خطير. ما انا عايزه اجي بقى لملف التعليم، عشان حضرتك مهتمه جدا بملف التعليم، وشاركت في مؤتمر شرم الشيخ في ندوه طويله جدا عن التعليم. ايه اللي الجديد اللي اضافه المؤتمر اللي كان من اول امبارح اللي فات؟ لان الندوه كانت مهمه جدا جدا جدا. من الى كان في مؤتمر تطوير التعليم، المؤتمر الاول لتطوير التعليم، اللي هو احنا نقدر نقول عليه كان هو اكتر منه حوار مجتمعي، شارك فيه اولياء الامور، وشارك فيه الخبراء، وشارك فيه الطلاب للخروج بمقترحات لتطوير العمليه التعليميه، وصولا ليوم السبت اللي كل حد ادلى بدله. يعني السيد وزير التربيه والتعليم بدا يعرض الخطه اللي هنواجه بيها بعض المشاكل الكبيره في التعليم. كان في مقترحات عظيمه جدا، كان في استاذه اسمها هبه كجايه من الشرقيه، ودي اللي هي قدمت اقتراحها على الفيسبوك، قدمت مقترحات خارج الصندوق، زي مثلا احنا ممكن نخلي الطالب يبقى عنده حريه اختيار معلمه. حلو جدا. هياخد استماره او في اول السنه بيكتب فيها اسم المعلم اللي هو عايز ينتظم معاه طول السنه. نعمل نظام محاضرات بدل الحصص، ده هيقلل من الكثافات، هيدي الوقت السامح اللي بيسمح للطالب انه يتحرك. كل الناس اتفقت على نقطه ان احنا اهم حاجه لازم نغيرها، قبل ما نبدا نغير مناهج لازم نغير اساليب التقييم، اساليب الامتحان. ما انا ما ينفعش اغير المنهج واخلي فيه نسبه من الابداع، وفي الاخر اجي امتحن الطالب في اللي هو حفظه، يبقى انا ما عملتش حاجه طول السنه. وبالتالي انا لازم اغير الاول اساليب التقييم، اساليب الامتحان، ازاي الطالب بيتنقل من مرحله لمرحله، ازاي الطالب بيقدر يخش بعد كده الجامعه. نظام الثانويه العامه طبعا محتاج نظره، لا، وكمان اعاده النظر في التعليم الفني وتطوير التعليم الفني طبعا. صحيح. مهم جدا التعليم الفني، غايه في الاهميه. التعليم الفني ممكن يكون احدى مفاتيح اللي تحل ازمتنا الاقتصاديه. صحيح. في مصر، لان احنا هي مشكله التعليم طول الوقت ان هو مش لا يتوافق مع متطلبات سوق العمل. بالظبط، احنا محتاجين ان الصناعه مش يعني هنخرجها من المدارس الفنيه، وخاصه المدارس الفنيه مصانع صغيره. صحيح. المدارس الفنيه فيها الات وفيها ماكينات، وفي دلوقتي بعض المشاريع اللي موجوده في المدارس الفنيه محترمه جدا، زي حاجه اسمها التعليم المزدوج. التعليم المزدوج ده بيبقى فيه ايام الطالب بيبقى فيها في المدرسه، وايام تانية موجود في المصانع عشان او الورش، عشان يقدر يتعلم اكتر بطريقه عمليه اكبر. زي مدارس دون بوسكو برضو اللي موجوده في مصر، التعليم الفني الايطالي، مدارس هايله. احنا كان لنا يمكن لقاء هنا من خلال نهارك سعيد، وبصراحه يعني الموضوع مشرف جدا ومهم جدا. مثالي كمان مش بتبص عليه، هي دي المشكله. احنا عندنا طول الوقت نظرة مختلفة، تسويق الفكر الجيد، احنا طول الوقت بنحط سبوت قوي على الحاجة السيئة. لا، ولازم كمان بنحط سبوت كمان على فكرة ان لازم التعليم يكون دكتور ومهندس ومحامي. بالظبط. وما عندناش فكرة انه لا، العامل ده شخص مهم جدا في المجتمع. بالزبط. وهي تغيير نظرة المجتمع للعامل. عايز اتكلم كمان يمكن اتكلموا عن التكثيف، وتكثيف العدد اللي موجود في تقليل العدد
اللي موجود في الفصول الدراسية وفي نفس الوقت المدارس، وكلمته في حاجات كتيره جدا في ندوه التعليم. هي بالنسبه لموضوع كثافات الفصول ده موضوع من اهم المشاكل والقضايا اللي موجوده في وزاره التربيه والتعليم، لان انت حضرتك عندك عدد طلاب كتير وعندك عدد فصول قليل، فبدات الافكار يعني ان انت وكمان عايزه تخلصي من فكره الفترتين، لان فكره الفترتين مش بتدي الطالب المساحه الكافيه لممارسه الانشطه. صحيح بالظبط. يعني ضروره كمان وجود، انا متهيالي قريت برضو حاجه عن لازم يكون في يوم رياضي كامل، يعني ما حدش يلغي اليوم الرياضي من المدارس، ان في بعض المدارس لغيته تماما. صحيح، ودي كارثه لسبب، لان احنا لازم ندرك اهميه هذه الانشطه. ممارسه الطفل للرياضه والفن بيفرغ طاقاته وبيخرج منه الابداع اللي موجود جواه، وده اللي احنا محتاجينه، ده اللي صحيح. مصر خلينا نقول ان الحاجات دي، منع النشاط جوه المدارس ومنع ممارسه الفنون ومنع ممارسه الرياضه، هو اللي ممكن يعمل لي حادثه زي اللي كانت موجوده امبارح، لان احنا ما اشتغلناش ان احنا نطلع انسان عنده روحانياته يعني، وخلينا نقول وانتمائه وطاقاته اللي مخزونه جواه، وما بن يعني ما بنوجهش الطاقه البشريه بتاعتنا التوجيه السليم اللي يوصلنا ان احنا نبقى بنخاف على بعض وبنحب البلد دي وعندنا استعداد نضحي عشانها. استاذه انجي، كمان عايزه اتكلم على حاجه يمكن اتكلم فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويمكن بعض الناس دلوقتي بقت، انا دايما بقعد اقول للناس نحاول نقرا ونشوف الكلام اللي اتقال اللي قبله واللي بعده، لان بقينا بناخد مقتطفات بنبني عليها جمل. منها مثلا الرئيس عبد الفتاح السيسي شايف ان التعليم مش مهم، وده طبعا حاجه عايزه اعرفها من حضرتك، وتاكيدا ان الكلام ده اتاخد بس من سياق حديث صحيح. وان الكلام ده مش صحيح. وفي نفس الوقت اتكلم عن حاجه مهمه جدا، وهي اعاده هيكله الشخصيه المصريه، وعايز احط تحتها مليون الف خط قبل التعليم، وهي اخلاقياتنا احنا. فعايزه اتكلم في الشقين دول، على ان الرئيس عبد الفتاح السيسي ما قالش ان التعليم مش مهم، وعايزه اتكلم على كلمته على إعادة هيكلة الشخصية المصرية، وثالثا عن تجربته في زيارة اليابان والمدارس هناك. نتكلم أول حاجة عن إن هو ما قالش إن التعليم مش مهم. طبعا يعني طبعا بالمنطق كده، يعني لما نبقى في شرم الشيخ واول حاجه يهتم الرئيس انه يحضرها تكون التعليم. يعني حتى لو حضرتك رجعنا لمؤتمر شرم الشيخ هنلاقي ان اول جلسه كانت موجوده كانت جلسه بتتكلم عن التعليم، وطول الوقت الرئيس بيؤكد ان التعليم قضيه مهمه جدا لاعاده تشكيل وعي المجتمع، لانه يعني حاجه خطيره جدا، انت بتبني اجيال بتبني عقول ناس. يعني ما حصلش تماما ان هو قال التعليم مش مهم، على العكس تماما. بس حضرتك سمعت الكلام ده، سمعت ان في ناس قالت؟ انا سمعت بالظبط. احنا طول الوقت هي دي مشكلتنا، احنا طول الوقت بنجتزئ الكلام عشان نسوقه لافكارنا ولمعتقداتنا، كل حد بقى ليه فكره عايز يمشي الناس وراها، واحنا شعب عاطفي شويه وبنتاثر بالكلام، فنعمل ايه؟ نقص من هنا ومن هنا ونقول اهو قال. طبعا يعني باي منطق، باي منطق رئيس دوله يرغب انها تكون الافضل ويقول ان التعليم حاجه مش مهمه، والتعليم هو ركيزه اساسيه من ركائز بناء اي مجتمع. طيب نتكلم كمان على كلمته على اعاده هيكله الشخصيه المصريه. اعاده هيكله الشخصيه المصريه بنشر الوعي والثقافة، هو قالها كده بالظبط. نشر الوعي، لازم يكون عندنا ناس واعية. خلينا نقول ان اي حد بيلعب بافكار المصريين بيعتمد بالاساس على انها صفحة فاضية بيكتب فيها ما يشاء. عندنا ناس بتخش المدارس وتتخرج من الجامعات وهم فعلا صفحة فاضية، صحيح. ما لهمش توجه ولا ليهم وعي بقيمة هذه البلد ولا دراية بتاريخها العظيم. فلا، احنا عشان نعيد صياغة الشخصية المصرية محتاجين ان كل المؤسسات اللي منوطة بده تتضافر جهودها مع بعضها. عايز نقول بس ان البابا توادروس طبعا بيرقص صلاة الجنازة ضحايا الكنيسة وشهداء الكنيسة البطرسية. طبعا احنا هتلاقي ان الشاشة عندنا منقسمة اتنين، احنا متابعين معاكم ومكملين مع حضراتكم طبعا صلاة جنازة شهدائنا شهداء الكنيسة البطرسية. قمة الألم بصراحة، يعني
ربنا يرحم الجميع ويرحم شهدائنا اللي بيسقطوا كل يوم عشان الدولة دي تفضل مستمرة. آمين يا رب. عايز ارجع مرة تانية عن تجربة الرئيس عبد الفتاح السيسي لما راح اليابان، واتكلم على تجربة الفصول اللي بلا ابواب، وقد ايه ان هو في نفس الوقت الاطفال نفسهم ما اهتموش ان في رئيس دولة بيزورهم، لا بالعكس. يعني حضرتك كلميني اكتر عن التجربة اليابانية من وجهة نظر الرئيس عبد الفتاح السيسي، او من يعني وجوده هناك يعني. هو حكالنا او استنادا ليها يعني بالظبط، بدون ذكر اسماء، لان هو طول الوقت، وده حصل برضه في شرم الشيخ، كان دايما يقول انا مش عايز اجيب اسماء دول لحاجه. يعني برضه احنا عايزين نعمل مصر نموذج. فهو كلمنا عن الفصل بلا الحائط، بلا حائط رابع. احنا ما بيقول لنا ان في شفافيه، احنا ما عندناش حاجه وتربيه واخلاق. صحيح. احنا ما عندناش حاجه نخفيها، احنا بنتصرف وبنتعاون، وكل واحد فينا مش بيفكر هو هياخد ايه من اللي جنبه. كان بيتكلم عنهم اثناء الاكل مثلا بالزبط. اللي بياكلوا بيتحطوا قدامهم بياكلوه، ما حدش فيهم في نظام، في نظام، فيش حد بيزق احد. في فكره القائد، فكره تغير القائد يوميا، ده معناه ان في تداول لهذا الدور بينهم. كل يوم فيهم واحد بيقود المساله، كل واحد عارف دوره، بيعملوا بيكملوا بعض عشان يوصلوا لحاجه محترمه، ان هم يبقوا ناجحين. المعلم داخل الفصل ما بيتدخلش ابدا في كل حاجه بتحصل جوه الفصل، هم بيعملوا كل ده بنفسهم، ده بيخليهم اقدر على تحمل المسؤوليه مستقبلا، اكثر تعاونا، اكثر صدقا. هم مش بيخبوا، يعني طول الوقت الباب المفتوح ده، فهم ما عندهمش حاجه يخبوها، فهم اكثر صدقا، اكثر وضوحا، اكثر شفافيه. كل دي قيم، يعني مهما نقعد نقول لاولادنا خليكم صادقين، خليكم متعاونين، التجربه خير دليل. الانسان لما بيعمل الحاجه ويتحط في الموقف بيتعلم اكتر، وبترسخ في ذهنه وفي نفسه بطريقه اكبر. فهو دوت اللي بيحصل، ان هم بيعيشوا جوه التجربه، بترسخ جوه اذهانهم، بيعيشوا عليها طول حياتهم، وده يعني المفروض احنا نبدا نشتغل عليه من دلوقتي. استاذه انجي، حضرتك شايفه ان هل من السهل اصلاح التعليم من وجهه نظرك، وهل هي خطه يعني هتاخد وقت وليها ابعاد كتيره جدا جدا جدا، تطوير المناهج، المعلمين، الطالب نفسه، يعني الموضوع ليه اركان وليه نقدر نقول كمان أركان مهمة جدا جدا وأبحاث مهمة قوي. حضرتك بدأتي الكلام بممكن، هو ممكن، مفيش حاجة مستحيل. هل من السهل؟ هل من السهل؟ لا، هو مش من السهل، ولكن ليس من المستحيل. لا، يعني إن إحنا نغير، أهم حاجة في إن إحنا نغير أي حاجة إن إحنا يكون عندنا إرادة. عشان نعمل أي حاجة لازم يكون عندنا إرادة، إرادة حقيقية للتغيير، ده أولا. ثانيا، منظومة التربية والتعليم منظومة متداخلة ومتشابكة، ما نقدرش نقول احنا هنبدأ من ده ونسيب ده، لازم يكون في توازي. احنا المناهج، المناهج احنا مش هنقول ان احنا نقدر نغيرها بكرة الصبح، ده مش سهل. انت محتاجة تعملي ده بالتدريج، محتاجة تنقحي الموجود مبدئيا وتبدأي تغيري بالتدريج. المعلم اللي محتاج تدريب، اللي محتاج غير التدريب، محتاج نظرة لشكله، شكله في المجتمع، شكل المعلم داخل المجتمع. مش هنتكلم بقى في الكلام اللي طول الوقت كرامة المعلم وهيبة المعلم والكلام ده، لا، احنا محتاجين نقول للمعلم، نحس المعلم الطالب ان المعلم بيقدم له حاجة مهمة فيقدر يتواصل معاه وياخد منه، وغيره وغيره. لا، ولسه كمان عندنا بشكل. يعني متهيألي حرب ضد الدروس الخصوصية، دي قصة تانية بقى يعني. ده طبيعي، طبيعي ان لازم نكون في حرب ضد الدروس الخصوصية. احنا خلينا نقول ان احنا في اي مجال هنبقى ضد استغلال فئة لفئة، فطبيعي ان احنا هنحارب الدروس الخصوصية. بس للأسف الدروس الخصوصية بقت ادمان عند الطالب قبل المعلم. يعني عندنا في طلبة قبل ما الطلبة الثانوية العامة تحديدا، قبل ما السنة الدراسية تبدأ، يبدأوا يدوروا على المدرس. لا، عشان ما عندهمش منفس تاني، يعني احنا سبناهم خلاص يدوروا، وسبنا المواطن انه مفيش حاجة بتتقدم للطالب في المدرسة عشان يقدر ان هو يبقى في غنى عنها، ان هو يروح ياخد دروس خصوصيه. اولا مفيش حاجه بتتقدم للطالب، او خلينا نقول ما نبقاش ظالمين، يعني خلينا نقول ان اللي بيتقدم قليل. قليل بالظبط، قليل. تاني حاجه، الطالب نفسه نسبه اعتماد الاجيال اللي طالعه دي على نفسها بقى اقل كتير. يعني
خلينا ندور كده نشوف الطالب بيخش كيجي يدور مامته بتدور دور له على المدرس اللي هيساعده. فتربى على كده، اتربى انه ما بيعتمدش على نفسه، بيعتمد طول الوقت على ان في حد بيساعده. فدي برضو خلينا نقول ان المسؤوليه بيتحملها البيت زائد المدرسه. صحيح. يعني هي برضو مسؤوليه مشتركه، زائد ان المعلم يعني معلش ما احنا عندنا ناس الى الان معلم بيقبض 1200 جنيه. ما هو ده طبعا لازم تعديل وتغيير. ما بتطلبي منه بقى حضرتك انه يبقى عنده اولاد وانه يسكن وانه ياكل، وحضرتك الازمه الاقتصاديه بتطاله، ما هو مواطن. بس برضه ضميره المهني، يعني المعلم ده يعني ليه هيبه كده وليه فكره ان يعني ان هو بيعلمني يعني لا يعني انا عارفه ان المنظومه كلها كومبليكيتد زي ما بيقولوا معقده يعني، بس هي محتاجه ان احنا نشتغل وتضافر جميع اجهزه الدوله. صحيح. عايز اعرف كمان من ضمن الندوات او الفعاليات حضرتك قلتي لي كان في حاجه عن القرارات الاقتصاديه، الاصلاح الاقتصادي. الاصلاح الاقتصادي، وكان في ندوه اخرى تحديات. لو نتكلم عن الاصلاح الاقتصادي، حضرتك شايفه ابرز العناوين اللي كانت موجوده فيها او ابرز مقيله في هذه الندوة؟ هو افضل يعني احسن حاجه اتعملت في الموضوع ان احنا نبدا نفهم الناس هي القرارات الاقتصاديه الاخيره دي اتخذت ليه، لان احنا خلينا نقول ان الشارع مش قادر يهضم المساله قوي. فكان لازم يبقى في حد بيفهمه بيقول له ليه القرارات دي اتخذت. لا، وجايه من صناع القرار. وجايه يعني من صناع القرار، مهم جدا. يعني فده كان اهميه الفقره دي تحديدا. ان يبدا شرح المساله، وده كان طلب السيد رئيس الجمهوريه بالظبط من المتحدثين. يعني هو لما لقى الموضوع صعب شويه ممكن الرجل الشارع ما يقدرش يستوعبه، تدخل وقال يا جماعه اشرحوا ببساطه، اشرحوا ببساطه عشان الناس تفهم احنا ليه اخذنا القرارات دي. لان القرار طول الوقت محتاج لدعم، محتاج لراي عام يكون سبورت ليه. فكان لازم اهميه الجزئيه دي ان احنا نفهم الناس يا جماعه احنا ليه القرارات دي اتاخدت، وبعد قد ايه هيكون مردودها، انت هتبداوا تحسوا في الشارع بيها قد ايه. فده يخلي الناس تصبر شويه عشان العجله تمشي. يعني سؤالي اخيرا عشان انا وقتي خلص، اتفضلي حضرتك شايفه ازاي يكون في حلقه تواصل ما بين الشباب، لان زي ما حضرتك قلتي مصر شابه ويمكن تعدادها اكتر من 60% هم شباب، وهم خاطره التنميه نحو التقدم والرقي ببلد حضاره زي مصر. يعني ازاي يكون في حلقه تواصل ما بين الشباب والقيادات او صناع القرار؟ سؤال اخير. تمام. طبعا خلينا نقول ان البدايه من المؤتمر اللي بيحصل وهيحصل كل شهر، وخلينا نقول ان الناس اللي فيه طبعا بتبقى مختلفه كل وقت ومتنوعه، دي اول حاجه. تاني حاجه وجود فكره التواصل الاجتماعي بين المسؤول والشباب، يعني ان انا ادخل فيبقى عندي فكره ان انا اقدر ابعت رساله لمسؤول فيقدر يتواصل معايا، او يحس ان فكرتي محترمه فيتواصل معايا فانا اقدر اوصل بفكرتي لطريق. ده احنا عشان العدد الكبير احنا هناخد وقت في دوت، لكن يعني جميل ان احنا بدانا. يعني هو الالف ميل بيبدا بخطوه. صحيح. ومصر بدات، وان شاء الله مصر هتستمر وان شاء الله بالنجاح وتنتصر. وتنتصر طبعا ان شاء الله. السيده انجي فران، امين تدريب وتثقيف القاهره بحزب المصريين الاحرار، ومن الشباب المشاركين في مؤتمر الشباب، بشكرك جدا جدا جدا. شكرا. واتمنى لك التوفيق ان شاء الله، ويكون لي لقاءات اخرى الشهر الجاي كمان. ونقول ان اهم مخارج من او توصيات اللي توصى بيها في المؤتمر، غير كمان احنا ما كلمناش على المكرمين اللي تم تكريمهم. صحيح. في مؤتمر الشباب، حاجه صوره مشرفه جدا جدا جدا. جداً. والتوصيات طبعا هو منها في مذكره تانية فيها عدد كبير من اللي هيتم الافراج عنهم، وتعديل قانون الجامعات الاهليه مره تانية. صحيح. طيب نتابع الجنازه مره اخرى. وطبعا البابا توادرس زي ما حضراتكم شايفين هو بيرقص صلاه جنازه ضحايا الكنيسه البطرس.